الواحد طلب تعبيرها في الاول 120 بار و540 جيجا بس. دخلت اول تربينه خرج ب25 بار. هم يكون ده مش هو ربع ده. بس خش اشتغل على ده. هو ده اللي خلاص 25 بار. عملنا ريت سخنا لغايه كام؟ 540 لقينا الصوره الحاله دي. تمام كده؟ دخلنا التربينه خرجنا ب 0.035 بار ومنها كملنا السايكل تاني. قال لك يا باشمهندس الموج دلوقتي اللي خارجه 70 ميجا وات ومن اجل الافشنسي للتربينه 85%. احسب لي مين؟ استلم الافشنسي. اول حاجه بنسميها ايه؟ لاين دايجرام ورسمناه. تاني حاجه ارقامه اهو. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته. بعد كده تي اس. ركز كده عشان في حاجه مهمه. عندي كم خط ثلاثة يا شباب؟ برسم بس ما برسمش طول الوقت. برجع ارسم تاني من ده بس. خلاص عشان ما تطولش. اهو. وبعدين عندك خط كبير اللي هو كام؟ 120 بار والوسطاني والصغير او بنتو 3. يبقى انت 120 بار 25 بار او بنتو 3 5 بار. تمام كده؟ ماشي. كان بتيجي واحد دي درجة حطب كام؟ 540. فعند 540 اهي جبنا نقطة واحد. وبعدين هنزل ايزنتروبيك لغاية 2 اس. وهو كان بيجيب السؤال يعني عندي ايه؟ اكشوال. هنزل تاني داش لاين لغاية 2 اكشوال. وبعدين هعمل ريهيتنج تاني اهو لغاية نفس التمبريتشر. وصلنا لكام؟ نقطة التلاتة. ومن هنزل لغاية 4 اس وعندي هيدروليك افشنس لغاية 4 اس ومنها 5 صح؟ و5 هتحط لغاية كام؟ 6. هتحس انت بقى هو ايه؟ خلاص كده؟ ما كانش فيه هيدروليك افشنس من بره. خلاص كده؟ ماشي نكمل عشان نعمل ايه؟ اجيب الارشات حوالين التربينه بيش اس شورت. ادي مولين شورت اهي. عندي خط ضغط 120 و25 و 0.035. اول تمبرشر كان بكام؟ 540. ادي خط التمبرشر 540. اوضح 540 مع 120 جبنا مين؟ نقطة واحد. دخلنا جبنا اتش واحد. وبعدين هنزل كونسنت ليست لغاية نقطة 2 اس. دخلنا جبنا ايش 2 اس. وقبل ما انسى تروح اجيب مين؟ اتش 1 ناقصتش 2 على اتش 1 ناقصتش 2 اتش اس. ده معاك وده معاك وده معاك وجايب مين؟ ده. خلاص كده؟ كمل يا باشمهندس. همسك ده واسخن لغايه ال 500 تاني 540 تاني. وصلت لغايه نقطه كام؟ 3. اروح اجيب اتش 3 ومنها يبقى انت اجيب منها برضو اتش 1 او اتش 3 ناقص اتش 4 على اتش 3 ناقص اتش 4 اس. ودي معاك ودي معاك ودي جبت منها الجيم مين؟ 4 اكس. جبت خلاص تمام الدنيا؟ جبناهم خلاص؟ ايه في الموديل شورت؟ نفتح مين؟ ستيك تيبلز. بعد الكوندنسر اللي هو الدرين هجيبه عند الكوندنسر يبقى اتش 5 هي اتش اف عند بي 5. طب بي 5 بكام؟ نقطة 5 اهي مطلوب بكام؟ صح؟ ناقص اتش مين؟ بعد ها؟ الترومبو يبقى اتش 6 بتساوي اتش 5 زائد بي على ايتا في بي 6 ناقص بي 5. دي كانت بكام؟ طلعناها اهي صح؟ الفيشنسي للبمب 100%. البي 1 من 1000 بي 6 ناقص بي 5. بص هنا بي 6 كانت بكام؟ 120 بار. بي 5 كانت بكام؟ اهي. يبقى انت عندك دي 120 بار يعني 120 في 10 اس 2 كيلو اس كام؟ صح؟ ودي اهي 0.035 في 10 اس 2 كيلو باسكال. كده عارف مين هنا؟ اتش كام؟
كان جبت كل الاشات وبعدين ها هو كان عايز مين؟ الكوشنز عشان الجماعه لازم تكون معايا. ايه بالظبط اجيبها ازاي بالظبط؟ من دي الاول صح؟ يبقى انت معاك كور دوت نت بتساوي دوت تربيت 1 نضرب دوت تربيت 2 اهي ناقص وورك بامب بالنسبه للتربيت الاولانيه تبقى كام؟ ايه بدوت 60 اتش 1 ناقص اتش 2 التربيت الثانيه نفس الايه بدوت اتش 3 ناقص اتش 4 صح؟ ناقص وورك بامب اللي هو بكام؟ كده ليه كده؟ كل الكلام يساوي كام؟ جيب لي نص كيلو يساوي كام؟ صح؟ من هنا بقى نكسب مين؟ استنى اللي فشل دي بتساوي ايه دي؟ ورك دوت نت على كيو اد 1 زائد كيو اد 2 دي خلاص معاك. سامعها كام دي؟ 70 في 10 اس 3 كيلو وات. طب ودي؟ ام نوت ستيم في اتش 1 ناقص اتش 6 ودي ام نوت ستيم اتش 3 ناقص اتش 2 وانا معايا ام نوت ستيم خلاص فانا هستخدم اتش 2 كام؟ طب باشمهندس انا مش ممكن من الاول اخد الورك نت بتاعك بس كلها بس كلها خلاص شباب فاهم كده؟ خدوا بريك امسك انت الاي هاي خد ربعها واشتغل بيها كانها ميري هيت خلاص كده او الرقم ده اللي هيخليك الكفاءه تبقى ايه زيادتها في الورك او زيادتها في الكيو خلاص كده ده بالنسبه للهيت في مشكله ده نبقى ايه مساله كام ايه الكوندنس انا عايز اتش واحده بس ليه اتش كام اتش 6 اتش 6 باشمهندس والله اخر مره طلعت بره لا مالوش دعوه بيك انا مش عايز بره تاني اتش 6 بتساوي كام؟ اتش 5 زائد بي على ايتا بي 5 ناقص بي 6 ناقص 5 نعوض كده مع بعض اتش 5 جبناها قبل كده ايتا لو هو مديك الدرونك فيشنز اللي بامب بحطها هنا مش بجيب 6 اس واجيب 6 اكشن لا بجيب مره واحده خلاص كده والفي واحد من 1000 بي 6 وبي 5 اجيبهم من هنا بي 6 وبي 5 الكيلو بس كده جبنا مين كده؟ اتش 6 كده جبت كل الارشادات بلس ايه اس مين؟ ها؟ استلم الافشنس يعني 6 اكشن احسب استلم الافشنس ازاي؟ مش مهندس مهندس انت في كده بالريموت على ايه؟ يلا شوف نفس الافشنس اهي على كيو بكام ورك نت دلوقتي؟ ورك تربن 1 زائد ورك تربن 2 ناقص ورك فاضل على كيو اد 1 زائد كيو اد 2 انت عندك كيو مرتين تسخين سخنت من 6 ل 1 وسخنت من 2 ل 3 صح كده؟ تمام تعالوا نشوف بقى ارقامها عامله ازاي. قول كتير من واحد بتساوي كام؟ ام دوت ها اتش 1 ناقص اتش 2 قول كتير من 2 نفس ام دوت اتش 3 ناقص اتش 4 قول كتير من ام دوت اتش 6 ناقص اتش 5 كيو اد 1 لا زودتها المره الاولانيه من 6 ل 1 ليه ام دوت ستيل اتش 1 ناقص اتش 6 ورجعت سخنت تاني من اتش 3 لاتش كام؟ 2 طب كده ستيل استلم الافشنسي الناس بقى ركز على الحته الجايه فين؟ الحته الجايه دي فين شويه؟ الناس ركز معايا لو جيت تبص يا باشمهندس الكيرف ده كده هنسيبه هنا شويه بالتفصيل اهو بتاع تي اس ده كام؟ ادي اهو الكيرف وادي خط ضغط اهو بص انا هعمل ايه؟ كوره في هنا صح؟ ونزلنا لغايه هنا هشتغل بقى ايزوتروبيك من واحد لاثنين
من 2 سخن لغايه 3 ده تعمل اكسبانشن، الاربعه جبنا هنا 5 هذا ضغط لغايه 6 صح الكلام ده؟ احنا قلنا الريهيب بيعمل ايه يا شباب؟ هو ورا اورجنت على كيو قالت الريهيب وظيفته يزود اورجنت وهو فعلا زودها. بس ركز في حاجه بقى، انت بدل ما انت زودت سخنت مره واحده بس سخنت مرتين فكيو اكتر من ايه؟ زادت يعني عندنا دي زادت ودي كمان زادت. ايه اللي يخليك بتقول لي ان الافشنس لازم تكون بتزيد؟ ها؟ بدليل بص كده دليل، عارف الكيو ات دي؟ مش انت لو معاك تي اس تشارت تي اس كيرف الاريا جوه الكيرف بتاعتك الاريا جوه الكيرف هي عباره عن كيونت صح؟ تمام بص كده الاريا جوه الكيرف كانت في الاول عامله ازاي؟ لو كنت امسك واحد دي وانزل مره واحده لغايه تحت واجي من هنا اطلع هنا ولما هتلاقي الاريا بتاعتك هي بس صح؟ انت لما عملت ريهيت زودت لي كل المساحه دي كمان يعني زودت كيو ات فعلا فدفعت اكتر. منين بتقول لي بقى لما انت دفعت اكتر كفاتك عليت؟ بص بركز معايا ركز في الحته الجايه دي. فاكرين التكرمت؟ كان بتساوي كام التكرمت؟ 1 ناقص تي لو على تي هاي. طب انت هل التكرمت؟ بس بيمشي على التكرمت بيمشي على ايه؟ على غيره. انا هفكر بتفكير التكرمت. التكرمت قال لك ايه يا باشمهندس؟ قال لك لو انت زودت تي هاي الافشنسي هتزيد اكيد. صح؟ لو انت بتزود درجة الحرارة اللي انت بتضيف عندها الحرارة بضيف عندها الحرارة بسخن عندها اكيد الافشنسي هتزيد. صح كده؟ طب ركز بقى في الحلقة الأولانية. الحلقة الأولانية يا باشمهندس انت بتسخن من كام لكام؟ من 6 ل 1 صح؟ الستيم درجة حرارته بتتغير من تي 6 لغاية تي 1 من 6 اهي لغاية تي 1 تقف تجيب لي افرج ليهم اهي افرج اهو مثلا ده كده افرج تي هاي في الحلقة الأولانية صح؟ ده درجة حرارة بسخن عندها بسخن من 6 ل 1 في الحلقة الأولانية لغاية الأفرج ده اهو صح كده؟ طب بص بقى الحلقة التانية أنت بتسخن ازاي؟ بسخن من 6 ل 1 وبعدين بسخن كمان من 2 ل 3 فالأفرج نفسه بتلاقيه زاد تاني لكن الأفرج ده هو تي واي أفرج برضه بس الحلقة التانية بتلاقي الأفرج نفسه حصل فيه إيه؟ طلع لفوق فكأن التي واي دي زادت فالإفشنسي بتزيد حتى لو دي بتزيد ودي بتزيد بس دي زيادتها اكبر من زيادتها. بتلاقي مش هتحصل فيها ايه؟ بتزيد. بس لازم 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 لما تيجي تعمل هنا حوار التي افرج ده يكون التي افرج بعد ما عدلت اعلى من التي افرج ايه؟ قبل التعديل عشان يزود لك الافشنسي. طب ده يجي ازاي؟ يجي ازاي؟ الناس لقيت ان مش اي ضغط ريهيت يزود الافشنسي. يعني بمعنى صح كده لازم تختار الضغط اللي بتعمل عليه ريهيت بطريقه صح. لان لو ضغط الطاقه بطريقه غلط ممكن تخلي التي افرج هاي تقل معاك فالافيشنس تقل. فلو ان ايه؟ لو الافيشنس يا باشمهندس بتكون اعلى قيمه لينا لما تكون البي اي تي بربع البي هاي يبقى تاني انا هديك بي هاي في السؤال صح كده؟ وانت لو ما جبتلكش بي اي تي بتجيبها لوحدك. طب اجيبها ازاي؟ هختار بي اي تي بحيث ان هي تخلي الزياده في الورك نت اكتر من الزياده في ايه؟ في الكيوات. طب ايه خلاص ازاي؟ الناس حسبت لقت الضغط الريهيت ده ساعتها بيكون من 2 من 10 ل 5 او يعني ربع البي هاي. يعني احسب البي هاي وخد منه من 20 ل 25%. لو ما اداش خدها بكام؟ 25%. 25% منه هو ده ايه؟ ريهيت هو الضغط الاوبتيمال. غير كده اعلى او اقل اللي مش تدخل فيها ايه؟ تقل. هتلاقي زيادة دي أكتر من زيادة دي. خلاص كده؟ يبقى أنا من الآخر لو اديتك سؤال في ريهيت ما اديتلكش ضغط الريهيت أقصد بيها تكتبه إزاي؟ ربع البيت كبيرة. لو أنت هركوش وداس على ريهيت على طول جاهزة ما تسيبهاش وأنت بتروح تسيب ربع بي ريهيت لا اشتغل عليها على طول. لا لا ولا أي حاجة من دي. لأن حسبنا كل الكلام ده لأن عشان أعلي التي أي أفرج اخلي البيري هيت ربع بي كبير بس ايه؟ ليها علاقه بالتجاره ولا ايه؟ بتعمل اكسبانشن لغايه كام؟ فانا محتاج اعدلها بعد ما انا احسن الكفاءه اعليها خلاص كده؟ فلو جينا نبص على الكفاءه الكفاءه كانت بتساوي كام؟ اوركنت على كيو ات
صح؟ فعشان تعالي الكفاءة لا اما زود ده لا اما اقلل ده لا اما اعمل الاثنين. صح كده؟ تمام. التحليل اللي هشرحه دلوقتي ده اللي هو الريتنج وظيفته ان هو يزود الاورجنت تاني. يبقى انا هعمل ده الريتنج عشان اعمل ايه؟ ازود الاورجنت. بصوا يا شباب انتوا الاثنين اخر ناس اخر حاجه مش عايزين نتكلموا مع بعض ماشي؟ سمعتوا انتوا الاثنين؟ مش رايح خلاص خلاص يا شباب؟ طيب دلوقتي التحليل اللي هعمله ده وظيفته ان هو يعدي او انا صح يعني يزود الاورجنت بكام؟ طيب عشان ازود الاورجنت هعمل ايه؟ ازود الاورجنت تربل صح؟ تمام يعني هعمل ايه برضه؟ المنطقي جدا اللي هعمله ان انا بدل ما يكون عندي تربل واحده بس هركب تو تربلز صح كده؟ فانت دلوقتي عندك تو تربلز عندك تو وورك تربل فده زاد فهزود الكفاءه ساعتها. فانت هتبقى شرح الوقت ده اسمه ريهيتنج وظيفته ان هو يعمل ايه؟ يزود الاورجنت. بس عندي كده شويه شويه من التفصيل. ريهيتنج اشرحه. يبقى لازم تحديدا انا ورا الجيم بيعرفني يعمل ايه؟ يزود ورك نت. هزود ورك نت ازاي؟ هركب تو تربلز. يعني السيستم بقى عامل ازاي؟ بقى اهو عندك بويلر اللي خارج منه دخل على التربينه في الاول واللي خارج التربينه دي مش دخل على الكوندنسر لا ده انا خدته اسخنه تاني واروح اقضي على التربينه كمان. عندك ايه دلوقتي؟ تو تربلز واللي خارج التربينه دي خلاص كمل السايكل بقى يروح على الكوندنسر ومنه على البمب ومنه يروح على ايه؟ على الغرفه تاني. تعال حط نقط ها نقط واحد نقط اثنين نقط ثلاثة أربعة خمسة ستة خلاص كده؟ تمام. ده كده بالنسبة لك حاجة اسمها ايه؟ لاين دياجرام. تعال نفكر بقى نرسم سي اس دياجرام لعملية الريهيتنج. برسم سي اس دياجرام ازاي؟ ها؟ أول حاجة بحطها إيه؟ السنتيشن لاينز أهي. تاني حاجة بسألها عندي كام ضغط؟ ركزوا معايا هنا. عندي ضغط عالي لو أي كام نقطة؟ واحد وستة. وواحد دي دخلت التربينة قلت شوية خرجت بكام؟ اتنين. اتنين دي رجعت سخنت لضغطها ما اتغيرش خرجت تلاتة. دي دخلت تاني التربينة خرجت بكام؟ بأربعة. عد كام يبقى معايا؟ عد معايا. آدي ضغط اهو صح؟ وادي ضغط كمان وادي ضغط تالت. يبقى عندك كام ضغط؟ ثلاث نقط. من ستة لواحد بخش غلط بسخن مش بزود ضغط. يا شباب التسخين مش بيزود الضغط، الحاجة الوحيدة اللي تزود الضغط لما بسخن ان انا بكتم على حاجة. يعني لما بكتم عليها وسخن ضغطها بيزيد. بس مثلا لما الساحة تمشي فيها يكون سريان ضغط ده زاد. عشان بتروح في الورد يبقى تاني كده سخنت اهو من ستة لواحد الضغط زاد. بس هو اصلا عالي. الضغط عالي هو من كام؟ ستة او واحد. بعد كده عملت اكسبانشن ضغط اقل من واحد لكام؟ اتنين سخن لثلاثة بس هو نفس الضغط برضه. تمام؟ وبعدين ثلاثة دخلت فيها كمان خرجت بكام؟ خد ضغط تلت اهو واربعة بردت يعني خرج جيت ما غيرش الضغط خرج بكام؟ ها؟ بخمسة. تعالى كده خد الضغط بس. ضغط كبير اللي هو مين؟ هاي اللي هو مين؟ بوينر. وخد ضغط قليل دي كوندنسر وخد ضغط في النص اللي هو بتاع مين؟ الريهيت. بسميه كده يا باشمهندس بي ريهيت. تعالى شوف متوقعين نقط فين؟ متوقعين ان دي هاي عليها كام نقطة؟ واحد وستة صح؟ البي ريهيت عليه كام نقطة؟ اثنين وثلاثة. والبي عليه كام نقطة؟ أربعة وخمسة. تمام كده؟ نحط النقط ركزوا معايا. نحط النقط. معايا بي واحد اهي وبيكون معاك كمان زي واحد هنا فانا بحط مين؟ نقطة واحد. تمام لو انت التجربة بتاعتك ايزنتروبيك التجربة دي كده ايزنتروبيك هنزل ايه؟ فيرتيكال لغاية اثنين. فلو انا اكشوال فهنزل اثنين برضه بس اثنين ايه؟ اكشوال. لا سمعت عليه دي بتاعت اسمها ايه؟ اثنين اس. فالحقيقه الاثنين اكشوال ازيد بقى في الانترفيو شويه نتيجه الفريش. فانزل ازاي من واحد الاثنين اكشوال؟ هنزل يمين شويه وارسمها دوتد. ليه دوتد؟ لان هي ريفرسبل صح؟ اهي باثنين.
طب دلوقتي في واحد 2 اس او 2 اللي مثلا عندها فيرسك 2 زي وديها دولار تاني يسخن تاني بس عند نفس الضغط صح كده؟ تمام وانا بسخن اخرج تسخن لغايه كام؟ اخر التسخين اسخن لغايه التيل الاولانيه مستحيل اعطيها لو كان المرضى ينفع يعديها لي كان عديها لي الاول فده بتسخن بنفس المصدر يبقى انت اخرج فين؟ نفس التمبرشر دي لو هو ما ادهلكش تاخد نفس التمبرشر ده الرقم التاني تاخد ايه؟ الرقم التاني المهم ان انا اسخن لغايه ما كنت لغايه كام؟ ثلاثه ثلاثه دي دخلت في البيت تاني صح؟ لو هي انتروبيك هنزل ايه؟ 4 اس ولو انت اكشوال 4 اكشوال صح؟ وبعدين خرجت ب 4 كثفت ل 5 فين 5؟ 5 اهي ومكانها هنا صح؟ وبعدين ضغطت من 5 ل 6 فين مكان 6؟ في خط ضغط اهو وخط ضغط اهو وخط ضغط اهو 6 وخط مكانها فين فوق؟ فاضغط من غير ما اعدي على صح كده؟ وانا بضغط عندي خط ضغط اهو وخط ضغط اهو هضغط اقف هنا هل نقطه سته ضغطها ضغط الريت ضغط العادي فكمل زي ما انت لو هي ايه؟ ايزنتروبيك لو هي اكشوال اخش يمين شويه اتجاه زياده ايه؟ الانترو خلاص كده يا شباب؟ بس انا من كام؟ لا التقريب هنا التقريب بس انا من كده يا شباب؟ ها؟ سي اس يلا نرسم او نجيب الاتشات عندي كام اتش هنا؟ حوالين التربينه كام اتش حوالين التربينه؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه كلهم هيجاوبوا مين دلوقتي؟ مولين شورت عندي كام درين؟ واحد اللي هو ثلاثه اسف خمسه عندي كام واحد تروبا؟ واحد اللي هو سته طب تعالى نجيب الحقيقة حوالين التربينة اللي هو كلهم منين؟ مولين شورت اتش اس شورت انت الاثنين ده اتنين ساعدين الحظ معانا اهو خلاص كده؟ تمام لو حد منكم فاهم شايف نوب هنا يجي يشرحها خلاص؟ خلاص خليك معايا لا شغاله سوبر هيدت وحته البيكتشر خلاص كده؟ ها نركز مع بعض اتش اس شورت عندي كم خط ضغط؟ ثلاثة اهم ضغط اهو دي بويلر وضغط اهو بي ها ريت وضغط اهو بي كوندنسر وعندي مشرة واحدة بس اللي هي كام؟ سي واحد اللي هي دي او دي اهي بص انا هعمل ايه؟ عند تي واحد لما قطعت بلاصه البويلر بقيت كنت مين؟ قلت واحد دخلت شمال جبت مين؟ اتش واحد وانزل منها ها كونستانت اس لغايه ضغط الريت جبت نقطه كام؟ اثنين صح؟ لو هي ايه عايز تدور افشنسي اتش اس معايا دلوقتي؟ اتش اثنين اس طب ازاي اتش اثنين اكشوال؟ ايتا ايزنتروبيك بتساوي اتش 1 ناقص اتش 2 على اتش 1 ناقص اتش 2 اس. جبنا اتش 2 اس مع اتش 1 جاب مين؟ اتش 2. انا بتكلم في 1 2. ريهيت اه بالظبط. خلاص كده؟ تمام وبعدين معانا دلوقتي نقطة 2 اهي. هعمل فيها ايه؟ هعمل لها ريهيتنج سخنها كمان لغايه ما توصل عند نفس الضغط والبنزين الاولانيه هعملها ازاي؟ هسخن اهو نفس الضغط لغايه نفس التمبريتشر صح؟ وبعدين هخش اجيب اتش 3 صح كده؟ ومن الثلاثه دي هنزل فيرتيكال لغايه نقطه 4 دخلت جبت اتش 4 كده انت جبت ايه؟ الاربع اتشات اخر حته فين؟ هبدا لمين؟ هقعد على خط الضغط مع خط التمبريتشر جبت مين دلوقتي؟ نقطة واحد نقطة واحد جبت الاتش بتاعتها نزلت نص الناس لغاية ضغط الريهيت جبت مين؟ نقطة الاثنين خلاص جبناها هسخن منها تاني لغاية ما اوصل التمبريتشر الأولانية اهي شفت لغاية نقطة كام؟ ثلاثة وانزل منها نص الناس
هل بيوس كده لعب الكره بكام؟ 4 ازاي؟ 3 ب 2 3